السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ شي بخير؟ واليوم كان واحد الجو قاصح، حرارة على الجهد، يعني درجة فوق العادة. ايوا مع ذلك احنا صابرين. دابا مازال راجعين، خرجت شوية من معطل في العشية قبل ما تغرب الشمس، تسنيتها زعما باش تبرد وهادي، لكن باقي داك الأثر ديال الحرارة مازال يعني. ايوا المهم قال لك اللهم لا ماشي ولا بلاش، ما نلقاو شي غير جالسين في الدار، لا ضروري نخرجوا اليوم، هذا هو المهم، ما نلقاوش دايما جالسين في الدار. الا جينا نتعاملوا مع الوقت ما يخليناش نخرجوا، لذلك خصنا نفوزوا باي لحظه. بحال دابا هكا معليش الجو شويه نقص من داك شداد الحراره ديالو، والحمد لله قدروا علي تعيشوا مع هذا الجو هذا. انا الحمد لله مولفين مع اي جو كيف ما بغى يكون، حنا مخلوقين لهذا الشيء، الشتاء، البرد، العاصفه، الصهد، لكل شيء الحمد لله. هذا هو الانسان الطبيعي، يعني اللي كيكون قادر باش يتاقلم مع الجو ويتعايش مع كل الظروف ومع كل الاجواء ديال الدنيا هذه، ماشي يبقى دائما مولف غير داك البيئه ديالو اللي عايش فيها. في الوقت اللي كيخرج باش يعني يتجول ويخرج يتعرف على العالم، كيوجد صعوبه فقط باش يتنسجم مع الناس وباش يتفاهم معهم، يعني كيلاحظ على نفسه انه غريب في ذاك المجتمع. لذلك باش ما تحسش بهذه النوعيه ديال الغرابه، خاصك ضروري انك تحاول ما امكن تهيئ نفسك للتعايش مع الناس كيف ما بغى يكون النوع ديالهم. راه كاين ناس اللي كيعيشوا مع ناس بلا لغه، ما كيفهموش كاع اللغه ديالهم، عايشين مشاركين المحل بيناتهم، او كيمارسوا نفس العمل في الشركه، ومع ذلك تلقاهم منسجمين متفاهمين، هذا كيهضر بلغته والاخر تيهضر باللغه ديالو، ولكن الحوار بيناتهم كيعرف واحد النوعيه من السلام، ما كتفهملوش كاع شي بغى يقول احسن. وانا كنظن ما غاديش يقول فيك شي حاجه خايبه الى انت جيتي يعني على خاطره ولا كانته. لذلك تيخصك انت تنطلق من هاد يعني بهذه الطريقه ديال انك تعايش مع الناس فيما مشيتي، ما تديرش في بالك انك من غادي تخرج من دارك او من بلادك كاع وتمشي شي بلاد غريبه، ما تنتظرش داك الشيء اللي بغيتي فقط، داك الشيء اللي بغيتي انت، يعني غادي توجد داك العادات ديالك والتقاليد ديالك والطريقه ديال كيفاش ديال الاكل وكيفاش ديال يعني بزاف ديال الاشياء كتختلف، كتغير عليك ملي كتخرج من بلادك. وكانت لان المفيد من 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 من, من الرحلات او من الاسفار خارج الوطن مثلا حتى داخل الوطن، هي انك تكتشف شي اشياء جديده في الحياه ديالك، يعني ماشي ديك الاشياء اللي كنت انت متعود عليها دائما، اللي كتعيشها دائما في الدار ديالك في المحل ديالك، خصك تخرج يعني لواحد الاماكن اللي كتكون مختلفه تماما. ما يهمش، ما تخافش، ما غيوقع لك حتى شي حاجه، وكن على يقين انك غادي توجد ترحاب كثير من الناس الغرباء، الناس اللي ما تيعرفوكش بزاف راه يقدروا يستقبلوك استقبال اكثر من اللي كيستقبلوك كاع الاحباب ديالك. علاش؟ لانهم حتى هما بنفسهم عندهم نفس الرغبه انهم يتعرفوا على شي ناس جداد وشي ناس غريبين، وناس كيجيبوا لهم شي اشياء، شي تقاليد جديده وشي امور ما عمرو عاشها وما عمرو سمعها. لذلك خصك تفتح المجال لنفسك، يعني إذا كنت غادي تمشي لشي رحلة أو غادي تخرج السفر في خارج الوطن ديالك مثلا، مادام أن حاجة هي أنك تعرف على هذيك البلاد، يعني على الموقع ديالها في الجغرافي، وتعرف شوية ديال التاريخ ديالها، وإلا كان ممكن تدرب على شي جوج كلمات ولا ثلاثة باش تبدا بهم على الأقل، باش بحال التحية، السلام عليكم، كيفاش تقولها بالسبانيولية؟ أولا كوموستاش، السلام عليكم، كيف حال؟ يعني هادو بحال هاد الجمل البسيطة السهلة، من الأحسن أنك تتعرف عليها، ولا كانت عندك اللغة يعني راه مزيانة، اللغة شيء كبير، اللغة كتعاون بزاف تتلعب دور كبير في الحياة الإنسان. شحال ما كتعرف من اللغة شحال ما كتزيد تعرف، كتعطيك معرفة كثيرة وكتوسع لك الأفكار ديالك، يعني كتكسب واحد المعلومات كثيرة.
وهذا هو الهدف من السفر، من الرحله، ماشي انك تمشي لواحد البلاصه اللي كتعرفها، تمشي عند حبابك وتجلس عندهم يعني تيطلعوا لك الراس ديالك وتمشي بحالاتك. لا، تمشي شي مكان جديد يكون غريب عليك، ربما يكون اول مره، يعني احسن باش تقارن الحياه ديالك مع ديك الناس اللي كيعيشوا، ديك الناس اللي كتمشي لعندهم، وكيفاش يتم الاستقبال ديالهم معاك انت، وكيفاش كيرحبوا بك، وكيكون عندهم واحد النوع من حب الاستطلاع. ملي كيشوفوا انسان مغرب عندهم في الدار ديالهم، تيبغوا يعني يستوردوا، يخرجوا منه جميع المعلومات اللي هما متعطشين للمعرفه ديالها. يعني كيشوفوا الطريقه اللي كتكلم بها، الطريقه اللي كتاكل بها، كيفاش يعني الافكار ديالك كيفاش كتمولها، ويمكن كاع يستافدوا من الاشياء كثيره اللي كتجيبها معاك. هي ماشي ما صالحهاش، يعني في بلادك انت راك تعلمتي اشياء كثيره، وغير هي تاخذها كمنجد ديكسيونير، يعني في الوقت اللي تحتاجها تستعملها في شي ظروف، ولكن ماشي هي تعملها في يعني كأساس. الناس اللي كيستقبلوك ما غاديش تتعامل معاهم بالطريقه ديالك انت، حتى تولفوا بيولفوك، وحتى تحس بانهم هما اللي باغينك، هما اللي باغين يعني يتعرفوا عليك مزيان، ويفتحوا لك المجال ديك الساعه تصرف بالطريقه اللي انت مولف بها واللي عشتي فيها في بلادك. كانت هذه فكره، يعني نصيحه بسيطه. الانسان خاصو يتعايش مع اي حاجه، يتاقلم مع جميع الظروف والحالات كيف ما بغى يكون النوع ديالها، باش ما يخلقش لنفسه واحد الجو معكر. يعني كاين انسان كتمشي لعندو كتعرض عليه وما كيهضر معاك، ما كيتكلم معاك، وانت ما كتفهمش اللغه ديالو، تيبقى غير يشوف فيك شوف فيها، كتجيك واحد الكآبه شويه في النفس ديالك، وما كتضايق، كتحس بالمضايقه بانك كتقول معاه حتى علاش ندمت علاش جيت كاع لعندو وانا ما عارف عليه حتى شي حاجه. لكن هاد الانطلاقه كتكون منك انت، انت اللي خصك تبدا وتحاول كيفاش تسول، واخا غير بالاشارات، يعني تحاول دير معرفه يعني بطريقه سكوتيه هكا ما تيقول مثلا. ولكن الحمد لله احنا في العالم ديالنا راه ما كاينش صعوبه، راه الانسان اللي بغاك ورحب بك راه يتكلم معك غير بيدي وبالعينين ديالو وبالملامح ديال الوجه ديالو، غادي تعرفوا بانه استقبلك وباغيك ومرحب بك، او ما باغيكش ولا رافضك ولا ما عاجبوش، ما طيحلوش في القناه ديالو. يعني راه الانسان راه ذكي، راه تيفهم يعني بسرعه، غادي يفهم القيمه ديال الاستقبال ديالو مع الناس. النظره الاولى كتحس بانك راك مقبول، راك يعني عاطين قيمه في الاستقبال، ويمكن يحصل العكس، يعني انك تكون مرفوض من اما بسبب باللون ديالك، ولا بديك البلاد اللي جيتي منها ما كيعرفوا عليها حتى شي حاجه، ويعني بالطريقه باش تتكلم كتجيهم شويه مغمضه. يعني هذه امور عاديه نقدروا نتجاوزوها، يعني هكا خلق الله سبحانه وتعالى الناس كلها، يعني متفرقة في العادات وفي التقاليد وفي اللغات وفي الديانة، حتى في الطريقة ديال العبادة، كل واحد كيفاش كيبغي يعبد الله بأي طريقة والحركات، ويعني فالله عطينا حرية ديال أننا نعبدوه بأي طريقة لقيناها سهلة بالنسبة لنا. الله ما تيوضعش الشروط، ما تيوضعش عليك يعني القوانين انك تعبدوا بالطريقه اللي بغاه هو. لا بالعكس، هو وفر لك الامور، سهل عليك جميع الامور باش انت تلقى الراحه ديالك حتى في العباده. حتى في العباده اللي بغيت تعبد الله سبحانه وتعالى كتعبدوا بالقلب ديالك بالروح ديالك وبانطمئنان وعلى يقين ان صلاتك مقبوله عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الايمان، هذا هو اللي مهم، هذه النقطه الاساسيه، انك كل ما كتقوم به مع الله سبحانه وتعالى خصك تحس بان الله راه راضي عليه بزاف. علاش كيقول له ده عبدي، واخا يكون جاهل وماشي ذكي وماشي يعني ما عندوش معلومات ولا ثقافه ولا شي حاجه، ومع ذلك تيردخل امامي وكيطيعني
وهاد بحال هاد النوع هذا الله سبحانه وتعالى انا كنظن بان كيسامحوا في كل لحظه. تيخصك غير تتوجه تكلم مع الله باي لغه شئت، باي حركه شئت، باي يعني طريقه مالك تتصرف معاه، لان يعني الله سبحانه وتعالى خصك تجعله اله دي قريب لك، صديق ديك الاكبر، الاب ديك الاكبر. ما توضعش ان الله كائن يعني هيج كبير غادي كيخلع الناس وتيهدد الناس وكيغضب دغيا وعنده ديك الافكار. ما تشبهوش بالافكار ديال الناس، هو ما عندوش هذيك، ماشي بحالنا حنايا. الله عنده واحد الصبر ديال ما عندوش الحدود نهائيا. اي حاجه كنبغيو نوصفوها في الله راه ما نقدروش نوصفوها تماما، ولكن هي ما عندهاش على حدود، لا يعني لا من النهايه ولا بدايه. الله سبحانه وتعالى كما انه معصوم ازلي، ما عنده لا بدايه وما عندوش النهايه، اذا من المستحيل عليك انك ترضي الله سبحانه وتعالى يعني بالافكار ديالك انت اللي كتظن بانك كترضي. والله سبحانه وتعالى بغاك تكون غير بسيط، يعني متواضع، تردخل الواقع، تقبل جميع الاحوال اللي كتعيش فيها، تحمد الله وتشكر على جميع الظروف. يعني امور سهله كيطلبها الله سبحانه وتعالى، ما تيبزع عليك حتى شي حاجه، يعني ما تيرغمش عليك شي حاجه اللي هي فوق الطاقه ديالك، او ان غادي كيحملك شي حاجه اللي انت ما قادرش تقوم بها. يعني الانسان يكون طبيعي ويحل عينيه ويفهم داك الناس اللي دايرين به، يتعامل معاهم معامله مزيانه، وفيما مشى يخلي الاثر ديالو مزيان حتى مع الناس البرانيين اللي ما كيعرفهم بوال، وبعد دابا شي سفر او رحله بشي بلاد شي دوله اخرى، الناس راه كيفهموك غير بالتعامل ديالك، بلا ما تحتاج تتكلم ولا يعني تبقى تعبر ولا تالي، بلاش غير بالتعامل ديالك راه الناس غادي تفهمك وغادي تقدرك وغادي تحترمك فوق هادشي. لذلك حاول فقط تكون الاسلوب ديالك والسلوك ديالك تكون مزيانه لا غير، هذا هو اللي كيطلب الله سبحانه وتعالى منك. لذلك نطلب الله تعالى في الخير، ومنا على ان الدرس هذا اللي استفدنا فيه، خصوصا اننا موجود في الطبيعه، الطبيعه لنا كتوحي دائما اشياء جميله وتقربني من الله سبحانه وتعالى، اللي نشكره ونحمده انه تنحس بانه قريب ليا بزاف، واخا ما كنشوفوش ولكن كنحس بالوجود ديالو سبحانه. غير مجرد بهذه الطبيعه اللي كنشوف وهذه الخيرات الله اللي خلقها قدامي، كتهز القلب ديالي، يعني النفس ديالي كتحس بان هناك معايا شي حد، ماشي انا ماشي بوحدي، واخا كنتكلم بوحدي بحال شي احمق، ولكن الله سبحانه وتعالى كيسمعني. وبفضل هذا التسجيل حتى هو غادي في الامكان غادي يوصل الصوت ديالي للناس اخرين. شوف كيفاش الله سبحانه وتعالى تيعمل وفي الخفاء، ماشي ضروري ما تيبانش قدامنا، تيعمل بلا ما نشعروا بلا ما نحسوا به. لذلك خصنا حتى حنا نعملوا هكا، نعملوا وما نبقاوش نتباهوا بالمعاملات ديالنا وبالصفات ديالنا والتصرفات ديالنا. اعملوا سوف يرى الله عملكم بكل سهوله، ما كاين حتى شي هنا شي فلسفه يعني كتحتم عليك انك تقرا وتدرس وتثقف نفسك بزاف، هذاك الشيء غير من اجل مصلحتك انت. اما الا بغيت تعاشر مع الناس تعاشر معهم غير بالبساطه والتواضع، يعني هذا اقل شيء يمكن يعني بس تقدر ديره في الحياه ديالك. مع السلامه، شكرا.